طيب اليوم بدنا ناخذ النيسيسري والسفيشنت كونديشنز بالفيرست اوردر لوجيك والاف اند اونلي اف مش الاونلي اف ناخذ الاف اند اونلي اف اللي هي ضمن سكشن 3.2 في الكونديشنال ستيتمنتس بالفيرست اوردر. طيب هلا شو قلنا السفيشنت والنيسيسري؟ السفيشنت والنيسيسري زي ما حكينا في البروبوزيشنال لوجيك هم نفس الشيء في سكشن 2.2 بالبروبوزيشنال لوجيك اخذنا السفيشنت والنيسيسري وهون ما اختلفوش كثير وقلنا هناك وحنقول هون انه السفيشنت والنيسيسري هي مش جزء من اللوجيك هي ليست جزء من المنطق بحد ذاته من السنتكس تاع المنطق هي في مصطلح شائع في المجتمع العلمي كلمة sufficient وكلمة necessary شائع بس منعرفه شو يعني بالفيرست اوردر لوجيك او بالبروبوزيشنال ناخذ examples بقول squareness is a sufficient condition for rectangularity هلا شو يعني شو قصدي لما انا اقول يعني التربيع هو شرط كفاية sufficient كفاية ونسيساري ضرورة يعني شرط كفاية وشرط ضرورة فسكويرنيس التربيع هو ايش هو شرط كفاية للريكتانجلاريتي يعني للإشي كمستطيل معناته اول اشي انو الكونديشن سكويرنيس والكونكلوجن هو يعني عندي جملة فيها اف وذن هاي هي نفسها زي ما اقول سكويرنيس square x rectangularity x طبعا for all لأننا بنحكي بشكل عام for all x يعني كلمة sufficient هي معناها if then كلمة sufficient هي معناها if then يعني لما بقول squareness is a sufficient condition for rectangularity زي ما بقول If something is square, then it is a rectangular. هي نفس الإشي يعني هاي الجملة زي ما أقول في statement. تذكروا أوعدكم في بداية الكورس إنه مهاراتكم في الدقة في القول والسماع لازم تتحسن. وبالتالي إذا استعملت sufficient لازم يكون معناها إيش if then فلما بقول الدراسي سبب أو شرط كفاية للنجاح الدراسي شرط كفاية للنجاح مش شرط ضرورة شو يعني؟ يعني أنا أنت تدرس تنجح بس معناته مش ما معناته إني ما بنجحش إلا إذا درسي اتفقنا؟ مش معناها إني بنجحش إلا إذا درسي هذا بس if then العادية اللي خدناها في البروبوزيشن طيب بقول مثلا to get a job it is sufficient to be loyal يعني إذا بدك تحصل على وظيفة أو على هذا الوظيفة it is شرط كفاية إنه يكون إنك تكون مخلص مخلص لمين طبعا هذا مش شيء ثاني فشرط كفاية طبعا هلا تقولوش بالواقع انه هيك انه سكويرنس احنا ناخذ امثله هذا مش شرط يكون بالواقع صح بس لما بقول انا انه هذه تو جيت ا جوب ات از سفيشنت تو بي لويال معناها ايش اف ون از لويال ويل جيت ذا جوب لاحظوا هون كان squareness هو الكونديشن صح هذا كان الكونديشن اللي هو الشرط وهي كانت النتيجة مزبوط rectangularity النتيجة هون وين الشرط to get a job To get a job, it is sufficient to be loyal. هذا الشرط هون. فبدناش
مرات بخربش الطلاب اللي بيجي بالأول بيعتبره شرط. لا، حسب الجملة بدك تحدد أول إشي وين النتيجة وين الشرط. هاي معناها if then. فلما أنا بورجيكم إنه if one is loyal he or she will get a job، معناها for all x if x is loyal then will get a job. واضح واضح. طيب نفس الإشي is necessary condition اللي هو شرط الضرورة. شرط الضرورة معناها شو معناها؟ معناها نأخذ by example. Being smart is necessary to get a job. Being smart هي معناها إنك تكون ذكي شرط ضرورة إنك تحصل على وظيفة. يعني شو معناها هذه بالمنطق؟ هاي معناها إنه for all x if you are not smart x you will not get a job. Not get a job. X. يعني إذا معناها إذا أنت مش smart you will not get a job. اللي هي طلعوا لي على هاي بس. If you are not smart you will not get a job. لاحظين؟ هيك معناها. هلا بجوز واحد يقول أستاذ بدي أعمل contrapositive لهاي. شو contrapositive لهاي يا شباب؟ هاي الجملة. شو الكونتربوزيتيف تبعها؟ تذكروا كنا نقول هون خلينا نخربش على جنب. كنا نقول if b is then q شو الكونتربوزيتيف تبعها؟ طبعا الكونتربوزيتيف انها هي نفسها. شو معناها؟ not q then not p. مزبوط؟ هذا الكونتربوزيتيف. اذا عملنا الكونتربوزيتيف لهاي الجملة تطلع هاي. أو بمعنى آخر هذول الجملتين واحدة منهم كونتربوزيتيف للثانية، أو هاي هي عمليا كونتربوزيتيف لهاي الجملة. فهي يعني هاي شو بنقرأها؟ بنقول for all x if you get a job then you are smart. If you get a job then you are smart. معناته بدنا نستنتج ونقول إنه being smart is necessary to get a job. معناها شو معناها؟ معناها إنه إذا أنت مش ذكي تحصلش على الوظيفة. ومعناها إذا حصلت على الوظيفة معناته أنت ذكي. هاي معنات sufficient وهاي معنات necessary. وزمان مرة بأكد لكم هذا مش جزء من المنطق. إنه في كلمات شائعة اسمها sufficient unnecessary واحنا عرفنا شو بتعني بالمنطق بس. ايوه هلا ناخذ مثال ثاني. being above 40 اذا انك تكون عمرك فوق ال 40 is necessary for being president of Palestine. يعني على فكره هذا مزبوط الحكي بالقانون الفلسطيني ممنوع واحد يكون عمره أقل من 40 عشان يكون رئيس. ممنوع واحد يترشح للرئاسة ليكون فوق 40. هاي شو معناها؟ if you are for all x يعني if you are not above 40 then you cannot be president of Palestine. خلينا نكتبها بس باختصار X. هلا ونفس وهاي نفسها اعملها كونتربوزيتيف شو بطلع؟ to be president of Palestine X
إذا X is able to be president of Palestine, then he is above 40. For all X. واضح؟ إذن أنا عندي if you are not above, if X is not above 40, then cannot be president of Palestine. يعني هاي can بس حط لها النقط تصير cannot be president of Palestine. واضح؟ هلا بجوز تقول تخيلوا ممكن ما عنديش المثال هلا اللي بدي اقوله بس ممكن اقول being above 40 years is necessary and sufficient or is sufficient and necessary for being president of Palestine. بحط الثنتين. بحط الثنتين. شو بدها تصير هاي معناها؟ بدها أضيف عليها برضو بدها تصير كمان واحدة اللي هي فوق إنه for all x بدها نصيرين الثنتين. طلع ما هي هاي وهاي equal. هاي وهاي equal. فأنا خلينا أحط هذول الثنتين. Sufficient and necessary. معناها above بتاعت الجزئية sufficient بتصير above x 40 يعني x is above 40 then can be blah 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 of Palestine. اثنين يعني هاي أول واحدة بتقول if you can be president of Palestine then you are above 40. الثاني بتقول if you are above 40 you can be president of Palestine. هذول الثنتين مع بعض ملاحظين عكس بعض وكأني شو قلت أمحى وكأني مش احنا اخترنا هاي واللي تحتها أنا محيط اللي تحتها عمدًا وكأن من عكستها وكأن حطيتها يعني sufficient والnecessary معناها if and only if إذا بتحط الشرطين مع بعض معناها if and only if واضح؟ هذا الـ only if احنا حذفناه. في أي أسئلة؟ في حد عنده أي سؤال؟ دكتور الـ if and only if بس سيدها آخر مرة بقول إنه نعم إذا أنا إذا حطيته لحظة أنا عندي هنا في مشكلة فنية إذا حطيت هاي مش بس necessary إذا حطيت sufficient and necessary يعني sufficient and necessary هي معناها if and only if هاي and فلما بقول أنا هاي مش هاي إيش في عندي إشي the if هذا الإشي then ماله هذا الإشي مزبوط هاي عبرت عن sufficient هلا عن necessary sufficient اعكسهم قول above مش هيك sufficient معناها above x 40 و then can be اللي هي هاي اللي هي هاي بحد الأولى can be كذا كذا وبعدين x هاي شو هي هاي اخر اشي بغير لون الكلام هاي شي هي انا عكستها مزبوط مش انا عكستها يعني هاي هون مزبوط وهاي هيها هون صح فوكأن شو سويت وكأن حطيت هاي باتجاهين طب واللي باتجاهين شو بتعني يا ماشي مسأل
شو بتعني؟ بتعني if and only. انا محمد. if and only if. شو بتعني if and only if؟ صحيح. طيب معناها بنستنتج بنقول انه اذا يبقى عندي sufficient and necessary بتكون if and only if. بيكون معناها if and only. اه تمام. يعني اذا عندي being above 40 years is sufficient and necessary conditions for being present in Palestine بقدر اقراها قراءه ثانيه. بقدر اقول being above 40 years is if and only if being present in Palestine. في اي اسئله ثانيه؟ انت هسه حاليا استخدمت ال